أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلك ومديريات الطاقة والمناجم لمنطقة الوسط نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أكد أن الجزائر تواجه تحديات عديدة في ترشيد استخدام الطاقة والانتقال الطاقوي، ما يستدعي التوجه نحو نموذج جديد لإنتاج واستهلاك الطاقة. التغطية كانت لعادل غضبان. رحمة الله تعالى وبركاته. ستحرص وزارة الطاقة والمناجم بالتعاون مع لجنة الضبط الكهرباء والغاز على أن يتم تسيير الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في البلاد، من خلال متابعة ومراقبة مستمرة لنوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين بالاعتماد على المؤشرات أداء المحددة في المخططات الخماسية لتحسين الخدمة، والتي يوقعها صاحب الامتياز شركة توزيع الكهرباء والغاز مع السلطات المانحة للامتياز. ولذا ندعو ونشجع جمعيات حماية المستهلك للتعاون والعمل سويا لتعزيز وجودها في الميدان وعملها في تحسيس المواطن وحماية حقوقهم.